السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مهند ورجعت لكم مقطع جديد. بداية اللهم صل على سيدنا محمد. شكرا 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 800,000 أخ وأخت بالقناة، وقربنا جدا من الحلم اللي هو المليون. والله أني أعجز عن شكركم لأنكم قاعدين تسعدوني وقاعدين تقدموا لي إشي أسطوري، وهذا الإشي صدقوني ما راح أنساه طول حياتي، وراح أظل سنة 2019 بالذات ذكرى خالدة عندي. شكرا شكرا شكرا، والله يقدرني وأسعدكم وأكون عند حسن ظنكم. طيب يا أخوان، اليوم جبت لكم مقطع راح تنصدموا من كل إشي موجود فيه. عنوان المقطع أفضل حظوظ أشخاص بالعالم، يعني هذول الأشخاص حظهم يمكن كان بينه وبين موت شعرة، بس حظهم وربنا ستر ولطف فيهم. فصراحة كان المقطع أسطوري، وبالنسبة إلي كنت أحضر وأنا مستمتع بكل لحظة فيه ومصدوم، يعني حتى لما خلص المقطع عرفت إنه خلص. صدقوني المقطع هذا أسطوري وراح تنبسطوا جدا فيه. قبل ما أبلش المقطع أتمنى إذا مو مشترك في القناة تشترك وتفعل زر التنبيهات، كل يوم عندنا مقطع جديد تشرفني بالقناة. وكمان إذا بدكم سلسلة من هذول المقاطع خلينا نوصل هذا المقطع 15,000 لايك، وراح نعملها سلسلة بالقناة بإذن الله. وبإذن الله للي يسألوا عن العين حق، العين حق إن شاء الله راح تكون يا الخميس يا السبت بالكثير، فانتظروها. وشكرا شكرا شكرا 800,000 أخ وأخت بالقناة. ما بدنا نطول بالكلام، خلينا ندخل المقطع. طيب نبدأ المقطع. انتو تعرف انه ما لمسوه؟ متخلف متجوز عالشمال، هاي الحق مو عليه، الحق على أمها اللي عندها. لا قلت لكم أشخاص، هذا سايق، هذا محترف. الله ربنا طلعه من الموت، هذا سايق دراجة مو سيارة. الله نمر، شوف هذا المتخلف، قطرات يعني مو شايفها. الله هاي لا سمح الله لو اجت براسه لتكسر راسه. اخوان هذول هذا لازم يحمد ربه. ايش صار؟ فوق معامل قاعد فوق معامل حادث كمان، هذا زحلق بالارض. احس راح يصير اشي بتال. ايش اللي وقع؟ ما انتبهت. ضرب المصور؟ ما اعرف هاي يعني هو سايق ولا حظ اجت. لا 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 والله انه سايق، ترى ولا واحد انصاب ولا واحد لمس فيهم. ان شاء الله دب هذا. الله ربنا ستروا هذا الطفل. يلا شو تخوف المناطق اللي قبل شوي المظلمة. هذاك ليش طيب؟ اخوان مقاطع صدمة. يا الله هذاك شوف وين علق، كان راح يروح الكلب. حظ السيارة اللي وقعت عليها. لا شفتوا لو وقع وين راح يقع كان؟ وقعت السيارة. لا شفت اللي قاعد يركض هذا اندعس. قد ما شفت هيك مقاطع شوف
هذا الغبي؟ اثنين اقوى من بعض، والله انكم اقوى من بعض. يا الله ربنا ستره. هذا اللي صدى بيده اكيد انكسرت ايده. شو هذا؟ طب كيف صار معه هيك؟ الفيل انصدم انه غريب ومو خايف. هذا محظوظ، هذا فعلا محظوظ. وات؟ طلع من السيارة. شو كيف الطاقية لفت؟ هذول هذول محترفين هذول زين. يا الله يا الله، شو أمكم محظوظين هذول. كرة هذا حضرناه بتاع الصواعق صح؟ من البداية للنهاية رماها. يا الله ما أجملها. هذا شكله ما كان عارف الطريق. طبعا هذول كل المقاطع كلهن ما في ناس تضرر فيهن، فاهمين الموضوع؟ ولا شخص تضرر. عضو يا خسارة. مرسيدس 2018 بس. لا والله هم حياتهم أهم من 100 سيارة. هذا نفس اللي قبل شوي. طب انت حرام. شفتوا كيف طلع؟ استنى بالله. شوفوا شوفوا يا الله. والله ربنا لطف. وقف قد يا اخي في ناس متخلفة. هاي الصخر من وين اجته؟ في واحد بالشجرة صح؟ هذا شفناه، شفناه مقطع الطفل هذا. توقع شفته. شوف كيف انقذه. شفناه مقطع نزلته بقناة ثانية، اللي ما شاف الرابطة بالوصف. شو هذا، انجراف ولا؟ الله ما احلى الثلج. لا مو حلو الثلج بالضبط. هذا يدل انه في شيء فيها انهيار بتصير صح؟ يب.
عشوائي رجع وقف عادي. هذا ما في شيء. طيب ضربة بسيطة ظل. انت المحظوظ. هذا دارسة، هذا ذكي، هاي مقصودة، هاي تعرف هذا غامر بحياته. هذا الله كره فيها الكلب. حوت اللي مرق من فوقي، حوت يا اخوان. هذا كيف الجنان؟ شكله هذا اخر مقطع. الله لو وقع عليه. لا الله كيف طلع؟ هذا قزاز؟ انتو شفتوا اللي قبل شوية؟ هاي اللي قبل شوية نفس الشركة المصنعة لهاي الشاحنة أخذت جائزة على كمية القوة الموجودة ببريكها، يعني ما ماشي يمكن 5 متر كان البريك واقف. يعني صراحة لو ما السيارة كانت قوية لا سمح الله كان راحت فيها الطفلة هاي. يا الله خلاص أتوقع هيك كفي مقاطع. وبس يا اخوان هيك كنت مقطع اليوم، اتمنى ان نال اعجابكم. صراحه المقاطع يعني صراحنا هذول الاشخاص لازم يحمدوا ربهم ليل ونهار انهم ظلهم عايشين بعد المواقف اللي صارت صراحه. وكمان لا تنسوا تكتبوا لي اذا حابين نجيب مقطع ثاني زي هيك. خلينا نوصل هذا المقطع 15000 لايك، ولا تنسى اذا مو مشترك بالقناه تشترك فعل زر التنبيهات. خلينا نوصل 1,000,000 باقرب وقت ممكن. والله انه حلم وقاعد انتظر انه يتحقق. وانتظرونا ثلاثاء ثلاثاء ان شاء الله في اشي جديد، في كلام راح احكي لكم اياه ثلاثاء. نشوفكم على خير ثلاثاء بمقطع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.